اختتمت أعمال المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من قبل أكثر من 800 ممثل للهيئات الطبية بمصر وأفريقيا. وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في القطاع الصحي، حيث تم إطلاق مبادرة صحة أفريقيا من توريد العلاج إلى الشفاء، والتي تستهدف توسيع القدرات الأفريقية البشرية والمادية لإنتاج اللقاحات وأدوات ومعدات ومستلزمات العلاج بحلول عام 2030. في اليوم الثالث والأخير اختتمت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا بمشاركة نحو 350 شركة من 102 دولة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي. تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة. عقدنا جلسات هامة ومؤثرة في مستقبل صناعة الدواء في القارة الإفريقية، حضر فيها العديد من ممثلي الشركات العالمية وممثلي الشركات الوطنية المصرية أيضا، وتم تحديد كم التحديات التي نلاقيها في القطاع الدوائي في القارة الإفريقية، وكم هذه الصعوبات، وكيفية التغلب عليها، وكيفية وضع خارطة طريق للاتجاهات المستقبلية من حيث توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن إفريقي بسعر يتناسب مع المقدرات الاقتصادية. هذا الحضور المكثف سواء من جمهورية مصر العربية أو من الدول الأخرى ومن مختلف القطاعات، وإحنا في القاعة اللي فيها المؤتمرات أو الندوات العلمية، اللي عايز أقول لحضرتك عليه مفيش أستاذ من مئات الأساتذة اللي شاركوا في هذا الحدث من مختلف التخصصات الطبية إلا ما حضر هذا اللقاء وشارك فيه بعلمه وخبرته وأدائه، وأيضا حضور مكثف سواء من مصر من مختلف مواقع مصر الطبية وأيضا من الدول الأفريقية والعربية. جلسات المؤتمر شهدت تنوعا في الملفات الطبية، منها التوعية بأهمية التطعيمات وبرنامج لمكافحة السرطان ومناقشة سبل الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية الأعوام المقبلة. هذا المؤتمر أظهر التجربة المصرية ونجاح مصر في فترة قليلة في جميع المقاومات، وليس فقط في المقاومات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية. كمنظمة الصحة العالمية شاركنا تقريبا في 15 جلسة، طبعا احنا نتكلم عن 250 جلسة، ولكن احنا شاركنا بفعالية على جميع المستويات. رسالة واضحة من المدير العام دكتور تيدروس بنجاح مصر في القضاء على عدة أوبئة بما فيهم تجربة مصر الناجحة والناجعة لفيروس سي. يكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي، حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة والاستثمار الطبي والوقائي والدوائي.